قبلي قالوا لسالي ما أنا محال. كاميرا مخفية انت تديرها لنا شحال عسيت روحي أنا ديما وشحال مين درت النية درتها بي أعزائي المشاهدين أينما كنتم على سلامتكم، مرحبا بكم في عدد جديد من الكاميرا الخفية ردوا بالكم. كما عودناكم في كل حلقة يكون حاضر معنا انفيتي، والضيف ديالنا اليوم هو لو رابور كريم الكانغ اللي حضر كما حضر خير في الحصة باش يسي يصلح بيني وبين الأم ديالي. خويا كريم أني داخل ليك ونشوفوا لا رياكسيون ديالك، ابقى معنا. مشاهدينا الكرام نجد لكم تحية دائما في إطار برنامج اللي فات مات، هذا البرنامج الاجتماعي اللي يطلع عليكم دائما في شبكات البرامجية الجديدة لقناة البلاد. هذا البرنامج اللي يمد جسور تواصل ما بين الناس المتخاصمين، ما بين الناس ربما اللي بعدهم الزمان والمكان على بعضهم، اللي كانوا في يوم من الأيام يجمعهم مصلحة ولا يجمعهم سقف واحد ولا يجمعهم علاقة أخوة ومحبة. إذن محضر خيري لنهار اليوم في هذا العدد الخاص وجدا في هذه الحلقة المميزة هو شخص مشهور لدى الأوساط خاصة الشبابية، لذلك حبيته يكون معي اليوم لأنه لطالما يعني كان صوته صداح من خلال الكثير من المواضيع اللي عالجها لتخص الشباب، لتخص المعاناة تاعهم، ولتخص علاقاتنا ببعضنا البعض. إذن وهو الفنان كريم الكانغ، نقول له مرحبا بك معنا وشرف كبير جدا وشكرا لك لأنك لبيت الدعوة كريم. مرحبا بك. شكرا على الاستضافة أستاذ، وشرف كبير أني نكون معكم في البرنامج هذا. ربي يخليك إن شاء الله، ربي يوفقكم وربي يكثر ما كما يقولوا البرامج هذوما محتاجينها في المجتمع تاعنا. إذن كريم قصنا اليوم راهي قصة وحكايتنا يعني حكاية هذه الأم اللي دقت أبوابنا وإحنا استقبلناها يعني، وكما يقولوا احنا وتبنينا القضيه تاعنا ونحاولوا على قدر المستطاع اننا نوصلوا الى حل في الاخير بحضوركم ومحضر خيرك ان شاء الله كريم، يكون فالخير علينا. اذا كريم مع بعض راح نشوفوا يعني راح نشوفوا الفيديو اللي راح يلخص لنا قضيه اليوم. بحرقه امي تتكلم خالتي الزهره وتعبر عن امنيتها في ان ترى من حملته وهنا على وهن في احشائها 9 أشهر وصهرت وتعبت بلا كلل حتى يغدو. في هذه اللحظات الضيف ديالنا راه يشوف الفيتيار اللي يسرد القضيه بالتفصيل ونشوفوا اسكو يتاثر بالحكايه. مش حق يدير لي والو، مش حق غير وليدي نشوفه برك، مش حق غير وليدي، هذا ما نسحق. إذن مشاهدين الكرام كانت أو بالأحرى كانت هذه قضية اليوم من برنامج اللي فات مات، قضية خالتي الزهرة. خالتي الزهرة كنا معاك على مدار أسبوع من الزمن ونحن نحكي وأنت تحكي لنا ورحنا ليك يعني البيوت القصدرية بأحد المناطق القريبة من الجزائر العاصمة، يعني بعد ما توفى الزوج تاعك ربي يرحمه خليلك زوج أولاد، تعبتي وربيتي ومن بعد تفضلي خالتي الزهرة. خلوني وحدي. السيدة اللي لعبت دور الأم ديالي راهي تحكي لهم وسر لها معايا بلي ديطاي وتسيي تغيد الضيوف ديالنا. كريم كي نشوفوا هذه الأمور تصرف في المجتمع الجزائري، شوف لي دخيلة إنه ممكن تغلط في حقي، ممكن أنا نغلط في حقك، ممكن نغلطوا في حق بعضنا، ولكن بيجوز يوصل لدرجة إنه الإنسان يغلط في حق أمه ويرميها بطريقة هذه، شوف لي الوضع شوية متأزم ومتأزم. والله أنا مصدوم، أنا والله تصدمت. للأسف الماديات غلبت على الشعب، على المجتمع هذا، أنه شاب يماه مهما تكون سمح فيها عجل سكنة فاني باع لها الدار وخلاها، والابن تاعها في فرنسا. الابن تاعك اللي بعدته يقرأ كيفاش؟ يسقسي عليا من راح راح خلاص، ما يسقسي عليا ما يعيط لي ما ولا راح، وهذاك في الخارج وهذا راه هنا ما يطلع عليا ما يسقسي عليا، ما خلاني نمرض ولا ما سقسى واش كليت، ما سقسى كاع عليا. عندك امك كريم عندي. علاقتك بالوالده كيفاش؟ والله انا عكس هذا الشاب، مش عكس بالك باكي ظهر مسحور، والله مع خاطر كان انسان في عقله ما يقدرش يدير حاجه كيفك اخو استاذ. هنا المشكل انه واحد في عقله الام حاجه مقدسه، قدر الناس ممكن تحارب، انا اعرف ناس يعني اصدقاء ولا حاربوا الناس كل على جل الام تاعهم.
يعني الام حاجه مقدسه، ما نقدروش نتقربوا ليها، فما بالك واحد يظلم الام تاعو ويرميها. علاقتك بالوالده كريم؟ والله انا عندي هي اعز حاجه عندي في حياتي. الله يبارك. والله اعز حاجه، ويما راكي كما نقولوا حتى انت راكي يما، فهمتي خالتي زهر؟ اقسم بالله العلي العظيم. الله يوفقك. ولا كان الله يهديك. انا ثاني كما شفت الفي تي ار، انا ثاني بابا ربي يرحمه مات، خلاني في عمري عام ونص. عام ونص وعندي الوالده تاعي مجاهده. الله يبارك. مجاهده في الحياه. الله يبارك. كبرتنا كامل وزوجتنا كامل وام لا بعد ربي سبحانه. كان 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 الوالدين، وفي الوالدين كاين ام. انا نصارح خويا اقسم بالله العلي العظيم، بلكي ما حسيتش بالاحساس تاع الابوه هذاك عام ونص، ما نعرفوش، ما نعرفش معناتها اب. عندي زوج ولا ثلاث تصاور مع الوالد ربي يرحمه، لكن امي اقسم بالله العلي العظيم ما خلتني نحس 1% باللي يعني يتيم ولا هكا. وبورطو احنا من عائله بسيطه، شفت المشاكل هذوما اللي كانت تحكي فيها نتاع السكن نتاع الفقر تاع هذوما الميزيريه، بهنا الغلاف تاع الكايي نشفى لها مره تكسرت من يدي، ما عنديش بهنا بروح نداوي نحي البلاطر تاعي. هي مع راحت عند جيران من هنا، و هذا ربي يهديها والله يا اقسم بالله. رسالتك الام تاعك وهي تشوف فيك؟ والله يما انا ديما انا اعز حاجه عندي هي يما. يما محال نعطيك حقك في كلمه، انت نور حياتي اللي نشوف فيك في وقت الظلمه، انت اللي سهرتي وتعبتي وقلبتي ولدك راجل، انت اللي نسيتيني المونك تاع بابا الراحل. ويما ان شاء الله ان شاء الله خالتي زهره كما قلت. والله ما عصام راح يكون معنا في الاستوديو هكذا باش نكونوا معاه. اهلا بك عصام. اهلا بك. الله يسلمك. السلام عليكم. وردوا بالكم، وردوا بالكم. تفضل عصام، خي صحتك لبس؟ شويه الحمد لله. الحمد لله راك معنا ان شاء الله. يقول لك عندنا واحد المتلح هنا في الشرق يقول لك هكذا ولا اكثر. الله يحفظك. هكذا ولا اكثر وان شاء الله خير. اذا عصام تعرف طبيعه هذه البرامج، انه يعني هناك شخص قلت لك منا في الجانب الموالي بحداك، شخص دعاك. هذا المحضر الخير اللي راهو معنا طبعا. الله يحفظك. حبي يدعيك معنا، فمن راك شاك مثلا حب يكون معنا في هذه الحلقه وطمع يمد يد التسامح والتصافح وعلى شلال اخويا. قلت لك نقول بالك انا الزوجه ديالي. للاسف عصام الشخص اللي معنا اليوم ما هوش الزوجة تاعك. شوف معي في الصورة شكون اللي دعاك اليوم. شحال ما شفتهاش عصام؟ شحال؟ شحال؟ شحال ما شفتهاش؟ شحال عندك ما شفتش؟ هذه الوجه شحال ما شفتوش؟ عندي واحد تخمم شحال؟ عندي فايتة. ازلي صوتك عصام باش نسمعك. فايتة فايتة عام. تبريراتك لكل هذه الاشياء اللي كانت تقولها خالتي الزهره وشنو؟ تبريرك؟ عايشتني محروم. بون. عايشتني محروم من كلش. كانت دير تفرقه بيني وبين الاخ ديالي محمد اللي راهي بعثاتو للانجليز. تنحى لي من فمي تمدها له ليه. والحاجه اللي خلاتني نكره الدار. ومام هي شغل تقدر تقول كرهتها ثاني. لا ما تقول لا صديقي لا. شو بلي دي حجه كريم؟ قال لك بلي تفرق بيني وبين. ماشي حجه. ماشي واحد صغير يعني. ثاني كاين حكايه واحده اخرى. اللي هي تفضل اسيدي. كاين واحد البنت انا راح نروح نخطبها وعلى سنه الله ورسوله. صوت في واحد لاوي الخير كما نقولوا. قالت لي لا قالت لي غير هذه البنت اللي ما تخش لداري. حتى وان كانت هذه الامور لتصرى ما بين يعني في الحياه الشخصيه تاعنا ويكون تعارض كبير بين العواطف تاعنا والمجتمع. طفله ماهيش طفله بشكل تبع راي والديك اخو. من بعد طفله تزوجت. ماهيش بنت فاميليا. تزوجت ولا تفرط فيا. حرقت لي قلبي هذه اللي قدامكم. قاعد هذه الام تاعك كنت ماكش حارق لها قلبي. حرقت لي قلبي حرقت لها قلبي. لا صديقي ما تقولش هكذا عيب. لما تكون قاعد الام تاعك. قد في عمرك يا عصام؟ شحال عمرك يا عصام؟ 34.
أو يقول سمعتي خالتي الزهراء لحت لي حاجة كنت حاب نكمل مع حياتي. كنت قادر تديها وتسوج بها وأمك ما تخليهاش هذه. راه ناش دار ماهيش بنت فاميليا. هاي تخم مع صلاحك أخويا. إذا يحضر معي فضيلة الشيخ بشير. إذا فضيلة الشيخ أن نحن أمام هذه القضية مدى تضيف لنا وهي نصيحة اللي ممكن يعني توجهها العصام عصاه اللي ينقلب ويرجع للأم تاعه ويطفي نارها. في هذه اللحظات الممثل اللي يلعب دور الإمام راهو يحكي لنا حول موضوع عقوق الوالدين باش يبين لنا أهمية المشكل تاع اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. شكرا لك فضيلة الشيخ. واش تقولي له خالتي الزهرة أو يسمع فيك؟ نقول له يا وليدي أنا سمحت لك يا وليدي رجع لي برك رجع لي يا وليدي أنا توحشتك يا وليدي. واش تقول له واش قادرين نقولوا له آخر؟ أنا هي نقولها تسمح له ترضى عليه ونقول يكفر على الذنب تاعه وتقعد حياته كاملة وانت تبوس لها في رجلها وامبوسيبل راح تفاصل الغلطة اللي غلطتها هذه يا أخوي. مرا وكل شيء تخلف أخوي فهمت وكبير. أنا كي سمعت قلت ما خلتنيش نزوج ما أنا قلت بالك عمرك 20 سنة 34 سنة وتريزوني هكا أخوي عيب عليك. أمك أخوي شوف نهار اللي كما نقولوا نهار اللي تفقدها تعرف القيمة تاعها وقعد بوس لها رجلها شتي من ضركها لين تموت ويا ربي هاو كان الشيخ يهضر لك قال لك اوف اوف تقولها اوف برك ربي سبحانه ان شاء الله ربي يهديك. انا نطلب هي نطلب منها هي ان شاء الله كي قالت نسمع هو ما عندي ما نطلب منه حد شيء هو وربي يهديك اخوي والوالدين اخوي دعوا دعوهم يخرجوا في الدنيا والاخر اقسم بالله اخوي فيق مع روحك فيق مع روحك فيق مع هذا وش راح نقول اخوي. صدقني ما تحبنيش هذه الام هذه. فيش ما تحبك هي تقدم 40 مليون انا باش تشوفك. شبيك يا عصام؟ تكذب عليك؟ صدقني ما تحبني انا على بالي. وانت تحبها؟ انا ما الضربه هذيك كيف ما انت تعرف غير ما كانش تحب غير اوكي انت هي ما تحبكش وانت تحبها ولا لا؟ كيف ما داروا لي عليها انا الصوت تاعها وليت كيف؟ ما حملوش كيف ما داروا لي عليها؟ راني كنت نهضر مع شيخ ما عادي ان شاء الله كيما يقولوا يرقي تكزيستي هذه الشيخ رقي ما نحبهاش انا استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله ما نكذبش عليك. اذا هي فرصة ليك باش ترجع لامك وباب 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 وهذا باب الخير ماذا بينا يتفتح تبدا ماشي باب الخير انك لما تفتحه يا عصام راه تفتح باب عليك وعلى الخير وعلى الجنة وعلى الاقل تربح صحتك وتربح عائلتك لانها من دعاوي الولد. اذا احبتي مشاهدينا الكرام مازلنا متواصلين معكم ان شاء الله في برنامج اللي فات مات ان شاء الله تكون فاتحه خير وخاتمه سعيده جدا يعني بمعيه يعني فناننا كريم الجانج. اذا نفصل ونواصل. والله لا حرجتني خليك ما نحرجك من ولا عصام انت انسان طيب. عصام اعطيك دقيقه برك دقيقه لا قاعد عصام تقعد والله تقعد على جالي تقعد عصام خليك عصام خليك عصام صديق وراس خويا الغالي خليك تب انا نجي عيط لي ملحس ريح صح الله عيب عليها اخويا قسما بك ما انا شك في مسحور الله يبارك فيك مسحور على شفتيني على جالي مسحور يا وليدي لا صديقي لا الله خير عيب عليك نوضي الماء عيب عليك نوضي الماء لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قلت لي ضربها لك وين يضربها؟ فيق مع روحك اخو فيق مع روحك فيق مع روحك كيفاش فيق مع روحك؟ الرجلة تضرب امك؟ الرجلة تاع 2017 هذه ما تحبنيش هذه المرأة هذه ما تحبنيش ها تضربها؟ لا تضربها او خارج خارجين فيك تعاود كريم ارواح ركبت لي ارواح كريم عيط لكريم واش درت لك؟ الله لا تربحك والله لا تربحك تعاود ام خارجي فيها دعاوي تاع حرام عليك والله ما كراجع علاش كنت رجلة شتي رجلة ما كان امك دير لها هكا امك دير لها هكا لحيدك وش بيك؟ من فضلك رقيها شيخ اخي من فضلك انت تعيش عندي بيانسير تعيش عندي يديها تعيش عندي معزة مكرمة يديها حطها فوق راسي يديها تعيش عندك بيانسير
وراح المشكل. اي تفضل خلاص باكل شوف المشكل تاعك وانت عايش. اسكت المشكل. المشكل تاعك وانت عايش. هذا هو المشكل تاعك انت. اديها ويتعديها تعيش. تعيش عندي معزه مكرمه. فهمت المسؤولية ديالها. ايه نتحملها لو شيء وراح المشكل. بصح قبل ما اديها انا ضربها انا. هيا اش بيك؟ وجهك يا صديقي مريض. مريض يا وش بيك؟ يا نضربها انا. او ضربك ربي بعد اش بيك؟ او ضربك. اسمع خرجوا خرجوا جيب واحد مجنون. خرجوا 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 واحد ما يدخل روحه بالعقل عليه برطا. داك النيف عليها. اه داني النيف عليها. علاش داك النيف عليها؟ داني النيف عليها. وشكون لك راجل انا فاهم. ايه عيب عليك والله ماك راجل. بصح علاش دخل روحك؟ علاش دخل روحي؟ اه علاش دخل روحي؟ عيتوني مسحور. عيتوني روح 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 ترقي روح. فهمت روح ترقي. يكون هذا انسان عادي. روح روح ترقي. ارقيني ترجل على امك؟ ترجل على امك؟ ما نحبهاش. ها؟ ما نحبهاش. وترجل عليها؟ ايه روح ارجل برا. روح ارجل برا. ايه اديها عيشها. تعيش عندي بيان سير. ايه ولا غاباتك اديها تعيش عندي. تعيش عندي تعيش عندي. يديها. ايه وراح المشكل. قبل ما اديها انظر. لا لا شبيك نضربها تاكلنا تاكلنا واش تضرب سيد مريض اخوتي نضربها واش هو سيد مريض بلال بلال واش تضرب سيد مريض سيد مريض لا يدك احكم بلاص يهضر معاك تحقر فيا اي يهضر فيا احكم بلاص احكم بلاص لا بالعقل لا نضربها لا لا يشرب هيا خرجي هيا خلاص هيا روحي خلاص 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 اديها عيشها عندك رزق ولا لا طير اديها وعلاش اديها وراه خرجها خرجها تفضل يا مسيون خلاص انا نصدم ديرك انا امان واحد ما يدخل روح امان نصدم فيها امان روحي روحي خرجي لي المدام روحي امان خلاص زوج ايه يا دخلش روح ما دخلش روح هكا مال في دير هو بعد هكذا يا الاخر ربي يهديك ولي لعقلك هذه يماك لك راك يماك هذه يماك خرج من حياتي خرج خرج من حياتي خرج من حياتي خلاص خلاص خرجوا 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 لطيف 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 خرجوا بلال ربي خرج فيها بلال خرجوا اي خلاص خرجوا 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 بلال خرجوا تعيش خلاص واحد ما يدخل روح بزاف اخويا بزاف هيا روح لحيد يدك هيا خرجوا لحيد يدك لحيد يدك لحيد يدك ما كاينش عواد هنا دخل جا خلاص عندك هضره معايا عندي هضره معاك اي خلاص انت ماكش في حل انت ماكش مرا ماكش راجل تبزق هذا اسمه ما ترجعش على مرا فهمت ترجع على واحد على راجل قدامك فهمت ها وعلاش تقول لي هذا خاطرك انت ماكش في حل اه ماكش في حل خلاص لا لا راني في حل ما عندك حتى اصل انا راني في حل والله ما عندك ما تخافش ربي امك امك ناس تبكي ناس تبكي باه تشوف يماها ناس تبكي باه تبوس رجل يماها وانا كنت نبكي بشد الكاميرا كاش يا خويا هذا نحن نعمل الله يا السلام عليكم اعطيوا التصفيق يا جماعه برافو لي زوم ربي يحفظك حرام عليك حرام عليك عليا انا نحبك خويا نحبك والله اشترك في الكونسيرت كريم والله قنطوني هذا هو الهدف تاعنا المجتمع تاعنا ما عزل مليح ان شاء الله بيكم ان شاء الله بيكم ان شاء الله طبيعه البرنامج كيف جاتك لا لا بني هذه من بدات لي ميسيون يتبكي طبعا كيف اوبسيون سلمي عليه حرام عليك والله حرام عليك يطول فيها مقصر أطرت يعني وين اللي لحظه شكيت والله بكيت تروا فوا لهي كي شفت الفي تي ار تفكرت ديجا كي قال لك كنا صغار مات بابا فكرت انا دي قلت شوف احنا درنا الكونترير بعد والله يا سليم اخوي قسم بالله راسي تصدع نحبك خويا نحبك نحبك خويا بعد كي شفت ما جيتي مره قلت بك مسحور بعدها قلت لي بعد قلت مبزك شارب الدواء
خربت. وهذوما في ثلاثه افاتهم صحي اي كاين ناس طلقوا. انا قعدت مع ناس عروقات من هنا قال كاين ناس طلقوا بسبه تاع سحر. ايوه وكاين ناس ضربوا والديهم بسبه تاع مخدرات تاع مخدرات. فهمتني هذوما ثلاثه الحوايج. وللاسف للاسف للاسف ان شاء الله ما تكونش امي قلبك حجره يا في رمضان 2017 من عند كريم الجانك. تحيه لكم كامل خاوتي من قناه البلاد. تحيه لكم واحد واحد هضره بالله ريم من عند خويا وحبيبي وصاحبي سليم. الله يبارك ميسيون. وش اسمها؟ رد بالك. رد بالك رد بالك لا يجيك سليم يحشيها لك. صحه فطوركم. السلام عليكم. شحال قبلي قالوا لسالي ما انا محال.